وصية الرسول الأعظم عند احتضاره عليه الصلاة والسلام، ماذا قال في هذه الوصية؟ وكيف كان رد فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ وأيضا ما هو موقف أمهات المؤمنين؟ هيا لنبدأ. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم. فبكى أبو بكر الصديق عند سماعه هذه الآية، فقالوا له: ما يبكيك يا أبو بكر؟ إنها آية مثل كل آية نزلت على الرسول. فقال: هذا نعي رسول الله. وعاد الرسول، وقبل وفاته بتسعة أيام نزلت آخر آية من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، صدق الله العظيم. بدأ الوجع يظهر على الرسول، فقال: أريد أن أزور شهداء أحد. فذهب إلى شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأثناء رجوعه من الزيارة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول وقبل الوفاة بثلاثة أيام بدأ الوجع يشد عليه، وكان وقتها في بيت السيدة ميمونة، فقال: اجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقوما فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل ابن العباس رضي الله عنهما فحمل النبي، وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة، فرآه الصحابة على هذا الحال لأول مرة. فيبدأ الصحابة في السؤال بهلع: ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه، فبدأ العرق يتصبب من النبي بغزارة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لم أرى في حياتي أحدا يتصبب عرقا بهذا الشكل. فتقول: كنت أخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي. وتقول: فأسمعه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فكثر اللغط، أي الحديث، في المسجد إشفاقا على الرسول. فقال النبي: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه سبع قرب من الماء حتى يفيق، فحمل النبي وصعد إلى المنبر. فكانت آخر خطبة لرسول الله وآخر كلمات الله، فقال النبي: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، بمعنى أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة، وظل يرددها. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلم يفهم أحد قصده من هذه الجملة، وكان يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. بينما سيدنا أبو بكر هو الوحيد الذي فهم هذه الجملة، فانفجر بالبكاء وعلى نحيبه، ووقف وقاطع النبي وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا وبأزواجنا، فديناك بأموالنا، وظل يرددها. فنظر الناس إلى أبو بكر كيف يقاطع النبي، فأخذ النبي يدافع عن أبو بكر قائلا: أيها الناس، دعوا أبو بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به، إلا أبو بكر لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبو بكر لا يسد أبدا. أخيرا قبل نزوله من المنبر بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل وفاته كآخر دعوات لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله،
أيدكم الله. وكانت آخر كلمة قالها كلمة موجهة إلى الأمة من على منبره قبل نزوله، قال: أيها الناس، اقرأوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وحمل مرة أخرى إلى بيته، وبينما هو هناك دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر إلى السواك ولكنه لم يستطيع أن يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستاك به، أخذته من النبي وجعلت تلينه بفمها وردته للنبي مرة أخرى حتى يكون طريا عليه. فقالت: كان آخر شيء دخل جوف النبي هو ريقي، فكان من فضل الله على أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت. تقول السيدة عائشة: ثم دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت بكت لأن النبي لم يستطع القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي: أدنو مني يا فاطمة. حدثها النبي في أذنها فبكت أكثر، فلما بكت قال لها النبي: أدنو مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت. بعد وفاته سئلت: ماذا قال لك النبي؟ فقالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة، إني ميت الليلة. فبكيت، فلما وجدني أبكي قال: يا فاطمة، أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. قول السيدة عائشة: ثم قال النبي: أخرجوا من عندي في البيت، وقال: أدنو مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قول السيدة عائشة: فعرفت أنه بخير. ودخل سيدنا جبريل على النبي وقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد من قبلك. قال النبي: أؤذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فوقف ملك الموت عند رأس النبي وقبض روحه. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. ما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. تقول: فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي ابن أبي طالب قعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان ابن عفان كالصبي يأخذ بيده يمنة ويسرى، وهذا عمر ابن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أنه قد مات فقطعت رأسه. إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، سأقتل من قال أنه قد مات. ولكن بحول الله وقوته أوعدنا جميعا معه عليه الصلاة والسلام عند الحوض. ما أجمل أن تنشر هذا الفيديو لغيرك، ننعم جميعا بحب نبينا. اللهم اجعلنا جميعا ووالدينا وأقاربنا مسلمين الأحياء والأموات، أهل جنة النعيم، ومجاورين لنبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان.